مالك يا سعاد؟ انت من صباحية ربنا وانت قلبه خلقتك كده ليه؟ ما فيش. وكمان بتديني ظهرك في ايه ما تقولي؟ يعني انت مش عارف؟ وانا عارف منين يا بنت الناس؟ مش تقولي لي مالك؟ مفروض تعرف لحالك. ليه؟ وانا منجم؟ لا انت جوزي، يعني مفروض تحس بيه. طب ايه رأيك لو تقولي لي مالك على طول من غير الافلام اللي انت عتعمليها دي؟ كل الناس ادتني عدية الا جوزي. يا شيخة وقعت قلبي، كل ده عشان العدية؟ ماشي يا ستي، خذي يا ستي. دول كام؟ 500 جنيه. بجد؟ دول 500 جنيه؟ ايوه طبعا. وانا هدي لعز منك يعني؟ ربنا يخليك. لا عاد، ده انا بعد كده هعملك معاملة الملوك، ده انت دافع ومكلف. ماشي لما نشوف. هتشوف. ربنا يهديكي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده واكل يا حبيبي، عامله لك الاكل اللي انت بتحبه ومكتره لك الملخيه عشان انت بتحبها. ربنا يخليكي. وايه الرد ده كله؟ عشان ال 500 جنيه اللي انت دفعتهم لازم تتدلع بيهم لحد ما تاكل يا حبيبي. يا قلب انت، هروح اعمل لك الشاي حبيبي وقلبي في جمله واحده. ربنا يستر. ولا انت عايز تشرب قهوه؟ اعمل لك قهوه ولا شاي ولا اجيب لك جازوزي ولا اعمل لك عصير؟ لا مش عايز حاجه خالص. طب تعالى يلا مد ايدك، الاكل هيبرد. ماشي سيبيه، هاجي اكل دلوقتي. طب اجيبهولك لحد عندك واكلك، يمكن انت كسلان او تعبان. في ايه عاد؟ ما كانوش 500 جنيه دول اللي دفعتهم. معلش لازم تاخد حقك. ماشي خلاص متشكرين، انا خدت حقي. روحي عاد اعملي لي شال وخلاص، مش عايز حاجه منك تاني. عيني عشانك هعمل لك برميل شال، مش هتاخر عليك. اوعى تقلق، يا دوبك 5 دقائق. اهدي. في ايه بالظبط؟ ما كانوش 500 جنيه اللي دفعتهم؟ عامله لي فرقع لوز من الصبح. واهدي، ده عامله لي كل الحاجات اللي انا بحبها، وكمان شكلها جميل وريحتها حلوه. الفلوس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا. بتنادي علي؟ لا لا، شكلك كنت بتنادي علي وانا ما سمحتش. حقك علي، انا اسفة. بقول لك ايه، لا ما بحبش الروشة دي عاد، ما دهتش عليكي. سيبيني اكل واعمل الشاي. انت زعلت مني؟ حقك علي ما تزعلش يا اخوي. اخوكي؟ اخوكي ايه وبتاع ايه؟ روحي روحي يا سعاد، ربنا يهديكي. ماشي. كان يوم حبك اجمل صدفة، يوم ما قابلتك مرة صدفة، واللي جمالك اجمل صدفة. كان يوم حبك من اي لبس النيلة. هو ايه ده اللي من اي لبس النيلة؟ اليوم لك حل اللي قابلتك فيه. ايه عتقولي ايه؟ علي صوتك وسمعيني. اليوم لك حل ده اللي ببعد عنك فيه وبروح شغلي، بيبقى يوم منيل. لا يا شيخة صدقني، انا مش عايز احلف، بس عشان بيقول لي حلفان الكتير حرام، عشان كده انا مش عايز احلف. ماشي، امال فين الوكل والعصير والشاي والقهوة؟ لا معلش، الخدمة بتاعت ال 500 جنيه خلصت، لو عايز تجدد هات 500 جنيه تاني. لا يا شيخة، هو أنا كل ما أحب إن مرات تخدمني وتعمل لي وكلة زينة ولا تعمل لي كوباية شاي أدفع فلوس؟ أمال إيه يا علاء؟ هو في حاجة ببلاش الأيام دي؟ وبعدين هو أنت لو رحت قعدت على القهوة وطلبت كوباية شاي ولا قهوة هيدوها لك ببلاش ولا لازم تدفع؟ ده في القهوة، هو أنا بيتي ده إيه؟ بيتي ده مفروض أرتاح فيه ومرات تعمل لي كل اللي أنا عايزه. أنا بعمل اللي المفروض إن أي ست بتعمله، وكل وبعمل لك وكل. تنظيف وبنظف البيت ومخليها زي الفل، غسيل الخلقات وبغسلها ومخليها قشطة. عايز مني ايه تاني؟ مواعين وبغسلها. يبقى عاد انا عملت ايه اللي علي؟ انت عايز خدمات اضافية يبقى تدفع. بقول لك ايه، ما تعصبنيش، قوم اعملي لي كوباية شاي من غير رطة كتير. لا مش عاملة. شوف بقى انت هتعمل ايه واعمله، هكسر لك دماغك دي. ليه يا اخوي؟ هي دماغي دي بطيخ عشان تكسرها؟ طب وريني. اتفضلي، انا مش قاعدك في البيت، انت ما تطقيش. الله يرحم، لما كنت تيجي عندنا البيت كل شويه من غير ما تبقى عايز حاجه، عمال على بطال كده. دلوقتي تقول انت ما تطقيش؟ ماشي. ايوه يا ريتني كنت اتجوزت جميله. نعم يا حبيبي. هتقول ايه جميله؟ ايوه كده يظهر على حقيقتك، قول الموضوع فيه جميله. ايوه كان زمانها دلوقتي بتتمنى لي كده الرضا رضا. كان زماني كل كلمة أقولها لها تقول لي حاضر ونعم وتقعد جنبي وتعمل لي كل طلباتي من غير ما أديها فلوس. خلاص يا حبيبي روح لها، إحنا فيه، روح اتجوزها وسيبني في حالي. أنتوا كده يا رجالة ما يملاش عينيكم غير التراب. بعد عني يا عبيطة، أنا عنكشك بس. جميلة مين دي؟ وأنا يعني لو كنت عايزة أتجوز جميلة ما كنت اتجوزتها من زمان. لكن أنا ما يملاش عيني غير سعاد. بجد؟ أمال إيه عاد؟ ربنا يخليك. هو أنت كنت عايز قهوة ولا شاي؟ كنت عايز كوباية شاي بس. بس خلاص خليكي قاعدة مستريحة. لا هروح اعملها لك واللي انت عايزه، انا تحت امرك، مش هتأخر، يا دوبك دقيقتين. الحمد لله، اشرب شاي من غير ولا مليه. علاء ايه في حاجة؟ انا عندي شغل بكرة ومسافرة. فين الشغل ده؟ في اسكندرية. ايه في اسكندرية كل ده؟ لا مش هينفع تسافري بعيد كده. بعيد فين؟ ده يا دوبك يوم رايح ويوم جاي.
لا يا شيخة، يوم رايح ويوم جاي ويومين ثلاثة هناك، وأنا متجوزك ليه إن شاء الله؟ عشان تقضيها لي كده في الشوارع وفي البلاد؟ في الشوارع والبلاد إيه يا علاء؟ ده شغلي وأنت عارف. بقول لك إيه، ما ينفعش معايا الشغل ده عادني، ده أنا بشوفك بس في الأسبوع مرة ولا مرتين. ما أنت عارف طبيعة شغلي. لا ما كنتش فاكر كده، ما كنتش فاكر إن أنت على طول هتبقي مسافرة. طب وبعدين؟ ما في سفر، شوفي لك حل، ما في سفر برا البلد دي خالص، انت فاهمه؟ شغلك يا اما في نفس البلد يا اما البلد اللي جنبيني، لكن غير كده انسي. اهدي، هو انت بتقول ايه؟ هو انا هنقي الشغل يعني؟ يعني لما يقولوا لي عندك سفريه اسكندريه ولا في اي بلد بعيده اقول لهم لا، جوزي قال لي ما تشتغليش غير جنب البيت. والله يا بنت الناس ده اللي عندي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص. يعني ايه مش فاهمه برضه؟ وكلامك اتغير ليه؟ ما قبل الجواز انت قلت لي موافق. وافقت الاول، وكنت فاكر ان شغلك جاي اي شغل عادي، تروحي شغلك وترجعي اخر النهار، لكن ان انت تفضلي اليوم كله برا وكمان تباتي برا وتسافري، لا لا ما ينفعنيش الكلام ده. بص من الاخر، يعني الشغل ده هو انت عايزني اسيب شغلي؟ ايوه، واتخلف زي اي واحده ست. انا عايز عيالي يشيلوا اسمي، وانت كل شويه تقولي لي لسه لسه لسه، وكل ده عشان انت مش عايزه تحملي وتتعطلي وعايزه تسافري وتروحي وتيجي، يعني انت انانيه ما بتفكريش غير في حالك. انا قلت لك نستنى سنه ولا سنتين ما فيهاش حاجه، يعني لحد بس ما اركز في شغلي واخد وضعي. ولا وضعك عاد ولا ما وضعكيش، ده اللي ايه اللي عندي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك انت حره. لا مش عاجبني ومسافره ومش هسيب شغلي. براحتك يا بنت الناس، مع السلامه. ايوه براحتي، انت اللي غيرت رايك ورجعت في كلامك، انا مش غلطانه. ابو الجواز على اول اللي عايز يتجوز، بس هو دلوقتي قال لي براحتك يا بنت الناس ومع السلامة. قصده ايه بمع السلامة دي؟ يعني قصده اروح اسافر مع السلامة ولا اني اروح بيت اهلي مع السلامة؟ اروح اسأل ولا اعمل ايه؟ لا هو اكيد قصده ان انا اروح اسافر مع السلامة. لا 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 اكيد مش قصده اروح بيت ابوي. علاء يا علاء، عايزة ايه تاني؟ في ايه؟ هو انت قصدك ايه بمع السلامة؟ قصدك اروح اسافر يعني اسكندرية مع السلامة يعني، ولا قصدك مع السلامة اروح بيت ابوي؟ يا ابوي منك جننتني، بعد عني. طب قول لي بس عشان اعرف اعمل ايه، الم خلقاتي كلها ولا اخد على قد السفريه؟ استنى يا راجل، انت رايح فين؟ وقفل في وشي كمان الباب. لا يبقى هو قصده ان انا اروح بيت ابوي. ماشي، هلم خلقاتي ورايحه بيت ابوي. بنتي يا سعاد. ايه يا عمتي، رايحه فين يا بنتي؟ وايه الشنطه الكبيره دي؟ دي خلقاتي عشان ابنك زعطني. كيف يعني؟ معرفش، اسأل ليه، هو قال لي مع السلامة. هو فاكر ايه ان انا ما عنديش بيت يعني؟ لا انا عندي بيت ابوي. يا بنتي انت اكيد فاهمة غلط، علاء يستحيل يقول كده. اهو قال، وقال لي مع السلامة، خلاص انا ماشية. اغزي الشيطان يا سعاد، اكيد فيه سوء تفاهم يا بنتي. اطلعي فوق شقتك وانا لما يجي علاء هعرف منه فيه ايه بالضبط. وبعدين يا عبيط انت، حتى لو قال لك مع السلامة ولا اطلعي برا قولي له لا ده بيتي ما سيبيش بيتك. لا هو انا ما عنديش كرامه يعني؟ لا هو قال لي مع السلامه يبقى مع السلامه عادي. يا بنت عقلي انت مش صغيره دلوقتي، انت بقيتي كبيره وشويه وتجيب عيال، عقل شويه وما تسيبيش بيتك وما تبقيش عبيطه. يا عم تصدقي ان هو قال لي يا ريتني كنت اتجوزت جميله؟ بيهزر معاكي يا عبيطه، اكيد بينكشك. لا مش هزار ده هزار حمير. في حد بذمتك يقول لمرته يا ريتني كنت اتجوزت فلانه ولا فلانه؟ لا يا بنتي ما فيش، معلش لما يجي هقرصهولك من ودنه واعرف منه في ايه بالظبط. خلاص براحتك، اقرصيه عاد من ودنه من اي حته انت براحتك، لكن انا مروحه بيت ابوي ولما يعرف غلطته يبقى يجيني هناك. ما تكبريش الموضوع يا بنتي. لا الموضوع كبير لحاله، واني ماشيه وانا كده كده عند شغل في اسكندريه لحد ما ارجع يكون هو فكر كويس هو عايز ايه، لان ابنك هيخيرني ما بين شغلي وما بينه. يا بنتي بيغير عليكي وبيخاف عليكي لما بتسافري لحالك، الدنيا ما بقتش مضمونه، عايزك تبقي جنبه. بس يا عمتي احنا متفقين من الاول، وكان فيه شرط انني ما اسيب الشغل، وهو وافق واستناني لحد ما كملت تعليمي واشتغلت، دلوقتي جاي يخليني اسيب شغلي كده عادل؟ يا بنتي مع الحقيقه انت بتتاخري برا البيت كتير، وكمان بتباتي برا وبتسافري وبتقعدي بدل الليله ليلتين وثلاثه كتير برضو، وهو راجل محتاج مرة تبقى جنبه تعمل له لقمه يقعد يتحدث معاها. هو راجل متجوز ليه؟ والله هو ده شغلي اللي هو عارفه وموافق عليه من الاول، وبعدين هو لما بيروح شغله يعني وبيتاخر ولا بيبات انا بتكلم زي ما هو بيشوف شغله انا كمان بشوف شغلي. وانت يعني هتجيب الراجل زي الست؟ لا انا مش بقارن الراجل بالست، انا دلوقتي بقارن الشغل، زي ما هو فيه عنده شغل انا كمان عندي شغل، ولازم يعرف ان انا شغلي كده هو ده طبعه، هعمل ايه يعني؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي يا بنتي؟ عايزه تروحي وتخربي بيتك ولا تقعدي كده في شقتك لحد ما نحل الموضوع ده بالراحه؟ لا يا عمتي انا مش عايزه اخرب بيتي، بس هو قال لي مع السلامه، قال لي يعني يا شغلي، وانا قلت له شغلي، راح قال لي خلاص براحتك مع السلامه وانا لازم امشي، وشوف انتوا الموضوع ده براحتكم. اكيد يا بنتي مش قصده يعني مع السلامه ان انت تمشي، انت اكيد فاهمه غلط.
لا ما انا سالته راح هو عمل ايه عاد؟ قال لي يا ساتر انت ضحكتيني في عيشتي، وراح قفل في وش الباب. يبقى قصده ايه؟ يبقى قصده ان انا اخد خلقاتي واروح، وانا مروحه. سلام عليكم. ايه المجنونه دي؟ هتكبر الموضوع كده يا ربي. ما انا قلت لعلاء بلاش البت دي، دماغها بايظه. لما يجي عاد علاء ونشوف الموضوع ده ايه. لا اروح اقول للحاج الاول، احسن اعمل حاجه تبوظ الدنيا، هو هيقول لي اعمل ايه. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعاد اللي جابك دلوقتي يا بنتي؟ وايه الشنطه الكبيره دي؟ اتطلقت يا مري. اسكت يمه، ايه اللي انت هتقوليه ده؟ انت مش شايفاها يا بنتي، جايه معاها شنطه كبيره وجايه مبوزه، يبقى ايه؟ اكيد اتطلقت. بس يا جدتي انا مش ناقصاك دلوقتي، سيبيني في حالي. فايه يا بنت؟ ايه اللي حصل؟ قوليلي قوليلي اخر صبري يا عمل الاسود في الدنيا. عملتي ايه زي ما قالت جدتك يا بنت؟ لا لسه. لا لسه يعني في ايه؟ يعني يبقى في مشكله، يبقى هتتطلق. يما حرام عليكي، بلاش الفن العفش ده. انا بقول لك الحقيقه، دي فاشله معفنه ومجمله، مش هتعمر بيت، هترجع لنا على طول. كويس انها قعدت كم شهر. يا موري بقول لك ايه، سيبيني في حالي. خلص يا بنت قولي في ايه، مش قادره اقف على رجلي. اصل يما اصل ايه؟ ما تقولي على طول، ليه بتحتهي في الموضوع؟ كملي. عشان الاثاره والتشويق. يا موري اصرخ يا بنت واقول بوه واقوم اديكي بالشبشب. لا خلاص يما احب على ايدك، اصلاني اتعاركت مع علاء. واتعاركتي ليه يا نصيبه سودي؟ انا ما عملتش حاجه، هو اللي قال لي يا انا يا الشغل. رحت انا قلت له الشغل، راح قال لي ماشي يا بنت الناس مع السلامه. يبقى كده ايه؟ اروح بيتي صح؟ وانا جيت اهو. يا مري يا مري ويا غلبي هتجننيني هتجننيني. هو عشان قال لك مع السلامه يبقى قصده ان انت تلمي خلقاتك وتيجي بيت ابوكي؟ وبعدين في وفي واحده تتكلم مع جوزها كده يعني؟ قال لك يعني يا الشغل، يبقى في حاجه مضايقاه. تتكلمي معاها بالراحه، مش تقولي له الشغل. اهدي ايه يا بت، انت ما شفتيش بربع جنيه تربيه؟ يعني كنت عايزاني اقول له ايه؟ وكمان قال لي يا ريتني كنت اتجوزتي جميله. كنت عايزاني اعمل له ايه يعني؟ ازغرت له ولا اروح اتحزم وارقص له في فرحه؟ ما هو كل ده من لسانك الطويل وكلامك اللي زي الدبش، ما بتعرفيش تتكلمي زين خالص. يوه عاد هتدخليني يما البيت بيت ابوي ولا اقعد لكم في الشارع؟ لا يا اختي روحي بيتك، ما تسيبيش بيتك يا حزينه لحد ما نحل لك الموضوع ده. لا مش مروحه، وانا رايحه بيت ابوي. ولا انت عايزه تعطيني من بيت ابوي؟ عادي ممكن انام لكم في الشارع، بس مش مروحه بيته غير لما يجي ويحب على راسي كده ويقول لي حقك عليا. يا بنت يا بنت اعقلي، ما تخربيش بيتك. لا انا كده عاقله وكفايه ان انا مستحمله كل ده وساكته. مستحمله كل ده ليه؟ هو في حاجه تاني؟ ايوه ياما، ده انا اللي عرفته بعد الجواز مصيبه سودي. واه عرفت ايه يا بنت؟ عايشخر وهو نايم. تصدقي ايه يا حبيبتي؟ عايشخر كان فيه طوبه هنا، راحت فين؟ ليه ياما عايزه الطوبه ليه؟ اه اكيد اتفاجئتي، عايزه تروحي تديها له في نافوخه، يستاهل. لا الطوبه دي عشان افتح بيها نافوخك ده واشوف جواها ايه بالظبط. هيكون فيها ايه يعني؟ دماغي مخ. ده مخ جاموسي، مخ جحشه، يستحيل يكون مخ بتاع بني ادمه. يوه عاد بقول لك ايه، انا عايزه ادخل استريح شويه، انا ما قداميش غير ساعتين وهسافر. خليني استريح وبعدين اعمل اللي تعمليه. ادخلي ادخلي يا عمل الاسود في الدنيا، اتفضلي. ده مقابله تقابليها لبتك بعد كل الايام دي؟ انا لما بتيجي بيتي بعمل معاكي كده؟ ما انت لو جياني زياره ورايقه وما فيش مشاكل كنت اشيلك فوق دماغي، لكن انت عامله لي مصيبه سودا. ادخلي. ربنا يسامحك. خدي خدي اختي الشنطه بتاعتك معاكي. هاتيها انت يا مرات ابوي. بص البت دخلت برضه من غير ما تاخد الشنطه بتاعتها معاها، تربيه واطيه. دربايتك يا اختي. كملت كملت يما عشان انت تكملها لي. سيبيني في حالي ابوس ايديكي، خليني اشوف المصيبه اللي انا فيها دي. قصر المنتزه هو مجمع للقصور الملكيه بمصر، ويقع على مساحة 370 فدان في حي ثاني المنتزه شرق مدينة الاسكندرية. وفي مصر يضم قصرين، هما قصر السلاملك الذي بناه الخديوي عباس حلم الثاني سنة 1892 ليكون استراحة له، وقصر الحرملك والذي بناه الملك فؤاد الأول سنة 1925 ليكون مقر الإقامة الصيفية للأسرة الملكية، كما يضم عديد منشآت وفنادق سياحية أخرى. أقيم قصر وحديقة المنتزه منذ أكثر من 100 عام، حيث أمر الخديوي عباس حلم الثاني ببنائها سنة 1892 في منطقة كانت مهجورة ومعزولة. أعجب الخديوي عباس حلم الثاني بالمنطقة حين كان يتنزه على شاطئها، ثم قام الملك فؤاد الأول سنة 1925 ببناء قصر الحرملك على الطراز الإيطالي. هو الفوج السياحي راح فين؟ راحوا يتمشوا شوية. ماشي. قوليلي أنت تعملي إيه مع جوزك؟
هعمل ايه؟ اللي هو عايزه عاد، هعمل له ايه يعني؟ انا يستحيل اسيب شغلي. ماشي يا ستي، بس بالراحة برضه عشان ما تخربيش بيتك. ماشي والله، انا سايبه اهلي يحلوا الموضوع. حلوه حلوه، ما حلوهوش خلاص. يعني هو عايزني اعمل ايه يعني؟ وانا بعدين على حكايه الخلفي، انا قلت له يا دوبك سنه ولا سنتين، ما عملتش حاجه يعني، عشان يقول لي يا ريت كنت اتجوزتي جميله ومش عارفه ايه، وفي الاخر يقول لي انا كنت بهزر معاكي. اهدي بس يا ستي وخدي الموضوع كده واحده واحده وبالراحه، ما تكبرهوش. ماشي، شوفي لنا بس الناس راحوا فين عشان يتغدوا، خلينا نمشوا. تمام ماشي. هي الناس كلها عماله تقول لي اهدي اهدي، هو انا اللي مكبر الموضوع؟ يعني اسيب شغلي عشان خاطر هو يبقى مبسوط، ولا خليني على وضعي؟ اعمل ايه يا ربي؟